مرحب بكم مرة تانية ومعاكم ومعانا مجموعة متنوعة من الأخبار. يعني شهر رمضان جري هوا، يمكن الواحد حاسس إن هو كان امبارح لسه أول يوم في رمضان، لا النهاردة داخلين في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، بتجيد في العشر الأواخر ليلة القدر، وبخت من ربنا يكتب له ليلة القدر. ليلة القدر زي ما قال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بتكون يعني اقتنصوها في العشر الأواخر من رمضان، وبالأخص في الأيام الوترية واللي هتكون ليالي الخميس والسبت والاثنين والأربعة. بالتأكيد يمكن زي ما قال محمد ليها أفضل وفضائل كتيرة جدا، فضل ليلة القدر بيرجع لأنها خير من ألف شهر زي ما احنا عارفين طبعا، عملا وصياما وقياما، وفيها نزول الملائكة والروح، والملائكة بيتنازلون مع تنزيل أيضا البركة والرحمة، بتكون بيكثر فيه بالتأكيد تلاوة القرآن، حلقات الذكر، يعني مشاهد كتيرة جدا مرتبطة معانا بليلة القدر. طيب خلونا يمكن نتكلم أو يكلمنا أكثر تفصيلا على هذا الموضوع حد من أهل التخصص أكثر. معانا على الهاتف الدكتور عبد العزيز النجار، وهو من علماء الأزهر الشريف. صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى كل المصريين والأمة العربية. تمام. يعني دايما بنقول ليلة القدر وفضائل ليلة القدر، ودايما بنحب كل سنة نذكر بعض بهذه الفضائل وكيف يمكن قيام ليلة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني كما ذكرت حضرتك أننا كنا بالأمس القريب نستقبله وكلها أيام ونودعه. هذا الضيف الكريم العظيم الذي يزاد فيه رزق المؤمن والذي يكثر فيه الخير والنفحات الإلهية والعطايا الربانية. لم يبقى في هذا الشهر إلا 10 أيام أو 9 حسب الرؤية. اليوم هو اليوم 20 من هذا الشهر، وبالتالي المسلمون يستعدون للاعتكاف، لأن الاعتكاف يبدأ من اليوم، إما قبل غروب شمس اليوم أو قبل فجر 21. يعني دي صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا ورد وذاك ورد. الاعتكاف طبعا هو من أهم شيء فيه، هو التفرغ للعبادة وعدم الانشغال بغير الله عز وجل، والاستعداد لاستقبال ليلة القدر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحصرها في العشر الأواخر، وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي أن هذه الليلة التي قال عنها ربنا جل في علاه أنها خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل من ألف شهر عبادة. لو حسبتهم حضرتك هتلاقيهم أكثر من 84 سنة عبادة، يعني أكثر من عمر كثير من في ليلة واحدة. تستحق هذه الليلة أن نستعد لها من الآن، لأنها ممكن أن تكون هذه الليلة ليلة القدر، قد تكون ليلة 21 اللي هي الليلة اللي هي اليوم، وقد تكون ليلة 23، وقد تكون 25، وقد تكون 7، وقد تكون 9. يعني أقوال بين العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم حصرها في 5 اللي هي الوتر في الليالي الأخيرة. إذن علينا أن نستعد من الآن لهذه الليلة التي تنزل فيها الملائكة من السماء حتى تزدحم بهم الأرض، يسلمون على كل قائم لله جل في علاه، كل من أقام الليل لله عز وجل وصلى بالليل والناس نيام وظل يتلو القرآن ويتعبد، يعني اجتهادا منه في تحري ليلة القدر. وهذا ما ينبغي أن يكون، لأن هذا الصيام من أحكامه هو أن تتحقق التقوى، كما قال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي تتحقق التقوى يقينا بتحقق الصيام والإخلاص
لله عز وجل وتجرد النفس من الهوى وعدم التفكير فيما سوى الله جل في علاه. والإنسان ينشغل بتلاوة القرآن، ينشغل بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالدعاء، لأن الدعاء مجاب في هذه الليلة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا السيدة عائشة عندما قالت له: ماذا أقول لو أدركتني هذه الليلة؟ قل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا ما علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن نتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكما قال الشاعر العربي: تزود من حياتك لمماتك ومن قيامك لمعادك. يعني من قيام الليل تزود، لأن في يوم هو يوم المعاد ستقف أمام الله عز وجل. تزود من حياتك لمماتك، وتزود من قيامك لمعادك، قيام الليل والصلوات والعبادات ليوم المعاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ لابد أن الإنسان يستعد من الآن ليوم الموعد ويوم اللقاء، فقد أعطاك الله عز وجل هدية، فعليك أن تقبل هدية الله. نعم. وتسعى إليها، وهي ليلة القدر تعوضك عن كل ما فاتك من تقصير في الطاعة. بالتأكيد، ويعني ربنا يتقبل من الجميع الدعوات في هذه الأيام المباركة. الدكتور عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. لسه بنتابع كلنا الهجمات الإرهابية وكيفية تعامل الدولة مع تلك الهجمات، والدور اللي بتقوم به الآلة الإعلامية، وأيضا الدور المهم اللي بيقوم به وعاظ الأزهر الشريف، علماء الأزهر الشريف، في تضحيد الأفكار المتطرفة والمتشددة والأفكار المغلوطة. في هذا الإطار التقى الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام للمجمع البحوث الإسلامية بمدير عموم مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية لبحث سبل تفعيل دور وعاظ الأزهر لأجل مواجهة التحديات اللي بتحيط بالأمة العربية والإسلامية، والوقوف على المخاطر اللي بتستدعي وبتعمل على تفتيت وحدة مش وحدة الشعب أو الأمة العربية، لا، دي وحدة الدول العربية. يعني يريدون مخطط يريد تفتيت تلك الدول العربية، ومن ثم لابد من وجود أن يكون في طليعة المواجهين لهذا الفكر وذلك المخطط التقسيمي هم علماء الدين. الحياة وما أحوجنا في هذه الأيام أن يتم تدعيم دور هؤلاء. يمكن الدكتور محي الدين عفيفي أيضا أشار إلى أن الإسلام بيهتم بالتعايش والأمن والأمان والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك من المعاني الهامة اللي ينبغي أن تبين للناس في ظل بالتأكيد عمليات القتل وسفك الدماء وترويع الأمنين والممارسات اللي احنا بتنا بنشوفها كل يوم. أكد أيضا على الدور الهام للواعظ في توعية الشباب في هذه المرحلة اللي بتتطلب الشعور بالمسؤولية والحذر من المؤامرات. يعني ملف النظافة من الملفات اللي لازم تكون لها اهتمام كبير بالحكومة الحالية. لا يخفي على كثيرين ان هناك الكثير من الاحياء في حركة من جانب البعض في رفع المخلفات، القمامة وما إلى ذلك، لكن هذه الحركة ليست بالحركة الفاعلة لدرجة كبيرة. يعني بنلاقي طبعا هو جزء منها كبير سلوك مواطن، يعني جزء مش عايزين كل حاجة نرميها على الدولة، بيبقى انت عارف ان في اماكن مخصصة لتجميع القمامة، لكن ناس مزاجها عندها ترمي القمامة جنب بيت حد. يمكن مسؤولية مشتركة يعني للأسف احنا برضو في كثير من الاماكن ما بنلاقيش فيه الصناديق الكافية، فيمكن دي بتدي عذر يمكن او حجة للناس. فهي الفكرة ان احنا نقطع الطريق امام هذه الحجج، ويبقى فيه على طول باستمرار عملية ازالة للمخلفات. لان مهندس ابراهيم محلب
بنفسه شاف هذه الظاهره وهذه الصوره السيئه في خلال الجولات المفاجئه اللي كان بيعملها وفي مناطق الحقيقه حيويه جدا، يعني حول مستشفيات وحول مؤسسات صحيه هامه جدا بتتعامل مع مرضى على مدار اليوم، والاسوار بتاعتها يعني تحولت الى مكان لجمع القمامه. يمكن الحكومه زي ما قلت يا محمد بتعمل على توفير الامكانيات اللازمه للقضاء على تراكم المخلفات، وكان في اجتماع اخير خلال هذا الاجتماع وزيره التطوير الحضاري والعشوائيات الدكتوره ليلى اسكندر عرضت المشروع القومي لمنظومه النظافه العامه، ده هيكون عن طريق عوده الجمع السكني المنتظم للقمامه وفصلها من المنبع الى مكونين عضوي وصلب، مع تنظيم خدمه جمع هذه المخلفات من خلال مجموعات من الشباب في شركات وجمعيات اهليه، وتطوير وتقنين ورش اعاده التدوير في مجمعات صناعات صغيره، بالاضافه لجذب مستثمرين لاداره مرافق المعالجه النهائيه. ويمكن احنا شفنا الكثير من اعلانات وحملات التوعيه اللي بتحث المواطنين على ضروره الفصل في عمليات القمامه، لكن يمكن التساؤل كان دايما طيب احنا هنفصلهم وبعدين هيحصل فيهم ايه؟ كمان الفكره الجديده ان بتطرحها الوزيره، ودي شايف ان شاء الله يعني يكون لها مردود ايجابي، ان يتم ربط النظافه العامه مع منظومه التموين في المناطق العشوائيه على مستوى الجمهوريه عن طريق تحفيز الساكن على الاحتفاظ بالمخلفات، تسليمها لشركات الجمع الوطنيه الشبابيه مفصوله في كيسين، وتحفيز القائمين على خدمة الجمع السكني على تسليم المخلفات العضوية، بيتم إعطاء حافز للساكن بالمناطق العشوائية عبارة عن نقاط تضاف إلى رصيده في بطاقة التموين يقوم باستبدالها بسلعة تموينية من منافذ بيع السلعة التموينية. يعني اللي هيلتزم وهيسلم القوامة بتاعته في كل يوم لشركات النظافة وفي كيسين مختلفين هيتم إعطائه نقط، النقاط ديت طبعا الناس اللي بيستخدموا البطاقة التموينية الذكية الجديدة عارفين أهمية هذه النقاط، هيقدر النقاط دي هيترجمها في شكل سلعة بقى، يقدر مدى التزامه مع شركة اللي بتجمع القمامة دوت هيزود النقاط بتاعته، أعتقد إن هيكون حافز بالتأكيد للمناطق العشوائية. أكيد. بس أنا بلاحظ يعني برضو الحق قال إن الأحياء كثير من الأحياء سواء في القاهرة أو في الجيزة ابتدوا يفعلوا دور المسؤولين عن نظافه الشارع، يعني في ناس مسؤولين عن نظافه الشارع من العمال اللي هم تلاقيهم لابسين الزي العفريته الزي الرسمي بتاع العمال النظافه، بس بيشتغلوا مش واقفين يشحطوا، واقفين يشتغلوا فعلا بيلموا القمامه في عربات مختلفه، وبالاخص في المناطق الشعبيه او بعض المناطق الشعبيه حيث بيتم زي ما قلت الناس كثيره بترمي القمامه في الشارع، فبيتم تجميعها في جزء معين وبترفعوا هذه الافراد التابعين للاحياء في القاهره او في الجيزه. احنا بنامل ان هو يتم تطبيق هذه المنظومه وهذه الفكره في اسرع وقت. طيب خلينا ننتقل الى خبر اخر، ووزاره الزراعه واستصلاح الاراضي كشفت الحقيقه عن ارتفاع ملحوظ في حركه الصادرات والواردات الزراعيه منذ بدايه العام، بلغ اجمالي ما تم تصديره من الخضر والفاكهه اكثر من 7.7 ملايين طن. الجدير بالذكر ان صادرات مصر من الخضر والفاكهه بتتجه الى 25 دوله حول العالم وسط جهود من وزاره الزراعه والجهات المختصه لزياده عدد الدول المستورده لتصل الى ضعف هذا العدد خلال العامين القادمين ان شاء الله، مع تطبيق المعايير الدوليه في التصدير وضمان جوده السلعه والاستجابه لاذواق المستهلكين. وده طبعا احنا نفسنا نصدر، يعني نفسنا على طول نصدر يعني منتجاتنا كلها زراعية أو صناعية يكون لنا سوق بره، وده المهم بيشغل إيد عاملة وبيدخل بالتأكيد عملة صعبة للبلد. طيب مشروع جديد بيتم التخطيط والتفكير فيه، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، ودي طبعا الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، قال إن الشركة بصدد إنشاء أول مركز تجاري في منطقة القطامية على مساحة 6000 متر باستثمارات بتبلغ 30 مليون جنيه، وهيستغرق العمل لإنشاء هذا السوق التجاري الكبير هيستغرق نحو عامين. ده بالتأكيد فكر جديد وفكر مختلف، احنا عندنا الإمكانيات والدولة عندها الإمكانيات المادية والمالية ان هي بقى تعمل زي القطاع الخاص، والقطاع الخاص للأسف اللي مش للأسف يعني
الشركات اللي جايه من بره وفاتحه سوبر ماركت على مستوى كبير جدا بتكون شركات مش مصريه، يعني نفسنا يكون عندنا الشركات المصريه اللي بتتسوق وبتعمل او بيكون لها باع في هذا المجال عشان تقدر كمان تقدم خدمه لفئات معينه ومحدودي الدخل. بالتاكيد بالتاكيد طبعا، يعني بس اهم حاجه ان يكون في منافسه في الاسعار، يعني ما يكونش هي سعرها هو سعر بره، يعني بالتاكيد يعني محتاجه سياسه تسويقيه مختلفه. يعني طنطاوي قال ان اجمالي مبيعات مجمعات الاهرام الاستهلاكيه ارتفعت خلال العام الماضي 2014-2015 بنسبه نمو بلغت 80%. حول استعدادات مجمعات شركة الأهرام لعيد الفطر المبارك إن هو إن شاء الله تم ضخ كميات كبيرة من الكعك بمختلف ألوانه أنواعه، وأيضا الكثير من السلع الغذائية الخاصة والمرتبطة بعيد الفطر المبارك. ما زلنا مع اخبار المواد الغذائيه اللي اكيد بتشغل بال المواطن المصري. الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه بحث مع سفير سويسرا بالقاهره وايضا الملحق التجاري بالسفاره، بحثوا سبل الاستفاده والتعاون من التكنولوجيا وايضا الخبره السويسريه في مجال ايه بالظبط؟ في تطوير الشركات التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه، واشار انه تم بحث ايضا قيام الشركات السويسريه في المشاركه والاستثمار في مجالات بعينها وهي تحديث وتطوير شركه مصر للالبان، بالاضافه الى ايضا التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات زيوت الطعام واللحوم والدواجن والحبوب والغلال وما الى ذلك. السفير السويسري ابدى اعجابه بالخطوات اللي حققتها وزاره التموين في بالاخص في النجاح في تطبيق منظومتي الخبز والسلع التموينيه وتحقيق المعادله الصعبه من توفير الدعم المستحقيه وتقليل الفاقد من الخبز، وايضا اشاد بمشروع تنميه محور قناه السويس وما سينشا عليه من مناطق لوجستيه بالتاكيد هتساهم في تقليل الفاقد وتطوير سلاسل الامداد، هيساعد كل دوت على توصيل السلع للاسواق باسعار مناسبه وتعظيم دور انشطه القيمه المضافه للصناعات الغذائيه وغيرها. وقال ان اوضح ان امكانيه ما يمكن ان تقدمه الشركات السويسريه العامله في هذا المجال. ننتقل إلى وزارة التضامن الاجتماعي، والوزيرة غادة والي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر وقعوا سويا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقراض بنك ناصر 100 مليون جنيه من الصندوق. هذه الأموال هيتم استغلالها لإحلال الميكروباصات القديمة اللي مر عليها أكثر من 30 عام، أعتقد ده برضو مشروع هام جدا يمكن يسهل في عملية سيولة الحركة المرورية في الشارع. بالتأكيد برضو هيضفي منظر حضاري إلى حد كبير بعد ما يتم إحلال الميكروباصات القديمة. بالتأكيد خلينا نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة وقعت وزارة التضامن الاجتماعي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك ناصر بروتوكول تعاون لإحلال الميكروباصات بالقاهرة التي مر عليها 30 عاما وتسليمها للمحافظة والحصول على قروض لشراء ميكروباصات جديدة. فكرة البروتوكول ده قائمة على سحب الميكروباصات القديمة اللي محتاجة تخريب، المحافظة بتاخدها وبتدي 5000 جنيه في حالة محافظة القاهرة، وأيضا وزارة البيئة بتدي 5000 جنيه مقابل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدل البنزين. فكرة التحول من البنزين للغاز الطبيعي بتوفر تقريبا 1800 جنيه في الشهر مصروفات، وبالتالي تسمح بزيادة في دخل سائق الميكروباص أو صاحب الميكروباص. الفكرة ان احنا عايزين نكون القاهرة تكون مكان افضل من حيث وسائل النقل العام. سيسهم المشروع في حماية البيئة حيث ستعمل السيارات الجديدة بالغاز الطبيعي، وسيتم تمديد المشروع بعد تعميمه في القاهرة الى محافظة الجيزة والقليوبية، وسيتم إمداد السائقين بخريطة لمواقع محطات الغاز الطبيعية. اولا سعر الفايده، احنا بنتكلم في سعر فايده 5.5% مقطوعه، وفي نفس الوقت بنتكلم على مده سداد تصل الى 6 سنوات. غير كده احنا لازم برضو نشرح للسائقين ايه نوع المزايا اللي ممكن يتوقعها من مجرد احلال وتخريج الميكروباص والحصول على ميكروباص جديد يعمل بالغاز الطبيعي. في اجراءات هذه صحيفه الحاله الجنائيه، الرخصه بالعربيه القديمه بين اللي هي اجراءات تحليق بتاع اجراءات احلال وبالتكيين وقصاد كده من غير اي اجراءات رهن او اي اجراءات معقده. تمتد
فترة سداد القرض لست سنوات بفائدة 7% وفترة سماح شهر، وسيتم توفير مزايا لمن ينتظم في السداد. كما تم الاتفاق مع عدد من الشركات لوضع إعلانات على الميكروباصات تحقق دخلا إضافيا لصاحب المركبة. شذا مجدي، النيل.